مرحبا من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا لفقرة ترند، واليوم نتحدث في ترند عن ازدياد حالات الإصابة بكوفيد 19. وخلينا نشوف المتحور الجديد أو ما يسمى بكوفيد 20 أو أوميكرون، ونشوف الوضع في السودان ليتو مدى إذا التزمنا بالإجراءات الصحية ممكن والإجراءات الاحترازية ممكن نقلل من الإصابة أو نقلل في الانتشار من فيروس كورونا 19، ونحاول بقدر الإمكان نسيطر على أوميكرون. سعيدة إنه يكون ضيفي في هذه المساحة دكتور عصام محمد حامد للمرة الثانية. أهلا وسهلا بك، اختصاصي الصحة العامة بوزارة الصحة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم على الشاشة، أنا سعيد أن أكون على الشاشة. الله يخليك. كورونا بقت زي السنين ماشي 19 20 وهلم جرة ما عارفة إلى أين كورونا. على التسمية الأولى يعني كوفيد 19 اللي هو لأنه أول ظهور له كان في 2019 ديسمبر 2019 عشان كده مشهد عليه اسم كوفيد 19. أنا تمام. سعيد أن أطلع على قناة سودانية 24 على برنامج برنامجك المميز يا استاذ. الله يخليك، تسلم يا دكتور. شكرا. 24 قرات. شكرا لك دكتور. يعني احنا نحاول نسترجع، هي بحس انها معلومات لكن كل ما نكرر ان احنا بنذكر الساده المشاهدين والمواطن العزيز بضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه من قبل وزاره الصحه، لكن قبلها خلينا انت عشان تكون ملتزم عشان تكون في سيف سايد، قبلها في موضوع التطعيم او التحصين، والى الان الناس بتتخوف من الموضوع ده. انتوا عندكم برنامج اسمه التحصين الموسع، تكلمنا عنه في الفقرة الفاتت أو في الحلقة الفاتت، يريد نسترجع مع بعض مرة تانية برنامج التحصين الموسع. طيب يا أستاذ هيلين، أنا سعيد زي ما ذكرت أنه تتح لنا الفرص على وسائل الإعلام المختلفة أنه نعكس للمجتمع القضايا اللي بتهمهم في الفترة الحالية. الشغل الشاغل للعالم أجمع مش السودان مسألة الكوفيد 19. نحن كبرنامج التحصين الموسع زي ما ذكرت في بداية الأمر هو البرنامج المعني بتطعيم الأشخاص ضد كوفيد 19 بالإضافة للأمراض الوبائية بالإضافة للأمراض الطفولة الأمراض الروتينية. برنامج التحصين الموسع برنامج متكامل تتبع لوزارة الصحة الاتحادية للرعاية الصحية الأساسية، هي فيها كوادر مؤهلة من كل النواحي من اختصاصي صحة عامة إلى الفنين لغاية الفنين اللي هم المعنيين بتطعيم الأشخاص أو المستهدفين ضد كوفيد 19. برنامج التحصين الموسع على مستوى الـ 18 ولاية، عندنا ما يقارب آلاف المؤسسات الصحية اللي بتقدم خدمات التحصين الموسع. يعني إحنا المراكز اللي بتقدم خدمات التحصين للأطفال وللنساء الحوامل ضد التيتانوس تاكسويد هم المراكز المؤهلة إنها بتقدم خدمات التطعيم للناس ضد كوفيد 19. إحنا متابعين في الأخبار وسامعين القنوات، وحتى إحنا عندنا في المساحة الإخبارية في سودان 24 يعني لما تواصلوا مع مراكز العزل فعلا يعني هي دقت ناقوس الخطر. الآن الوضع في السودان ممكن تتعكس لنا بصورة واضحة جدا. كان تنبأت في الاستضافة الفاتت إنه إحنا داخلين على فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، فالوضع ممكن يكون سيء لأبعد الحدود. حاليا الوضع كيف؟ والله الوضع مقلق جدا. نحن أنا في حلقتي معك قبل فترة إنه مقبلين على موجة رابعة، ونحن إكزاكتلي كنا في الموجة الرابعة مقبلين على موجة البرد. لسوء الحظ انه ظهرت موجه او مرحله ثانيه من الكوفيد اللي هو الاوميكرون اللي حنتحدث فيه لتر اون ان شاء الله. نحن لسه ما عافينا من الموجات الاولى، الموجه الاولى والثانيه والثالثه لحد ما دخلنا الان في الموجه الرابعه. نحمد الله كثيرا انه لغايه الان ما ظهرت لنا حالات اوميكرون الحمد لله. ونحن لما نذكر اوميكرون هو السلاله متحوره، يعني اسم الأوميكرون جاء من مشتق من اسم يوناني وهو بترمز لهم أو تصنيف منظمة الصحة العالمية صنفتها بحروف يونانية اللي هو أوميكرون. بالإضافة إنه هي أصلا كترميز أو كرقم B11258 هو ده الترميز اللي أدته منظمة الصحة العالمية. هذه الجائحة يعني زي ما ذكرت في المرات الفاتت وفي كل الوسائل الإعلام المرعية والمسموعة إنه الجائحة جائحة حقيقية لا يستهان بها. نعم. فحتة إنه
نحن الآن في مرحلة الموجة الرابعة وظهور أوميكرون في جنوب أفريقيا، والآن هو سريع الانتشار مقارنة بالموجات الفائتة أو الفيروسات المتحورة السابقة. ده متحور أقلقت العالم أجمع فعلا، ما في منظمات الصحة العالمية واليونيسيف كل منظمات حتى منظمات الدول يعني في الأخبار من يومين بيقول لك ظهور أول حالة في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية من سيدة إفريقية، وإحنا في إفريقيا والمسافة ما بعيدة من جنوب إفريقيا، خاصة إنه حركة المطارات والميناء مفتوحة. اكزاكتلي نحن عشان ما يكون فينا نفس الخلطة اللي غلطناها في بداية العام 2020 لما السلطات الصحية أو وزارة الصحة الاتحادية ألزمت إنه والله المجتمع السوداني إذا التزمت بالإجراءات الاحترازية نحن حنخلي الدولة فاتحة، بشرط إنه الناس تلتزم بالإجراءات الاحترازية. بنفس الحاجة دي حتدوال علينا بتدوافد، يعني الحالات اللي بتجي بتدوافد لنا من برا. إذا كان إحنا التزمنا زي ما قال الزول لما يكون ملتزم في حتته أبعد عن الشر وغني له. يعني الناس لو التزمت بالإجراءات الاحترازية ما في عويب، ما في حاجة بتجيهم. الفترة اللي فاتت لما الوزارة أو اللجنة الصحية قررت إنه تكفل البلد، الناس قامت وقعدت اللي البلد دي تكفي شغل سياسي، هو ما شغل سياسي. نحن عشان ما نقع في الغلطة دي الوزارة وزارة الصحة الاتحادية بما فيه هنا اللجنة القومية للطوارئ الصحية قد يكون في اجتماعات مكثفة في الفترات الفاتت منذ تعيين دكتور هيثم بتكليف وكيل وزارة الصحة الاتحادية. يعني من أولوياته خدتها بريوريتي، الكوفيد خدتها كبريوريتي أول شيء. اجتمعوا مع اللجنة الصحية أو اللجنة الطوارئ أنه كيف يجابهوا البلد من أنه تدخل لنا الجائحة اللي هو الأول متحور أوميكرون. فاتخذوا عدة إجراءات أنه بيشوفوا أنه المجتمع السوداني إذا التزمت بهذه الإجراءات الاحترازية فما في ما يمنع أنه الناس تكون تمارس حياتها الطبيعية، ولكن إذا لا قدر الله المواطنين أو المجتمع ما التزموا بالتدابير الصحية حنرجع لمربع الصفر وحتتقفل البلد. الله المستعان. طيب أنا بتذكر في الحلقة اللي فاتت دكتور عصام ذكرت إنه الموجة الرابعة أعراضها بتختلف، اللي هي بتصيب لنا الجهاز التنفسي مع الجهاز الهضمي. هل في أعراض جديدة ممكن تكون في أوميكرون مختلفة عن الأعراض السابقة في 19 و20؟ طيب أنا أذكر يعني لما أنا كنت معك في الحتة دي يعني كان عندنا المتحور بيتا. يعني لو لاحظتي إنه شفتي السلالة دي بتتحور كيف، يعني إحنا في بداية الأمر هو بيصيب الالتهاء الجهاز التنفسي اللي هو الريا واللي هو السارس في بداية الأمر، اتحورت لين الفيروس لحد ما أنا في الحلقة دي كنت بتكلم عن بيتا. فأنا يعني لو لاحظت إنه في كل حلقة لما نجي بتصهر لنا سلالة جديدة مختلفة عن اللي نعم. فده بيدل على شنو؟ بيدل إنه والله في مخاطر كثيرة للفيروس ده بتتحور بأشكال تانية. زي ما بيقولوا الناس قدر ما تحاول تبحث عن إجراءات وقائية، تبحث عن لقاحات فاكسين عشان نقوم يعني نوقف بها الجائحة الأولى، بتظهر لنا سلالات تانية. فالأعراض بتختلف تماما. يعني إحنا في بداية الأمر لما نتكلم عن الجائحة الأولى يعني بتظهر لنا في جهاز التنفسي. نحن أسي في الأعراض اللي بقت تدوال لنا من التقرير أو الرصد الوبائي، التقارير الوبائية اللي بتترصد لنا عبر إدارة الطوارئ الصحية عبر الكول سنتر أو عبر التقارير الوبائية من الولايات، أعراض اختلفت تماما. نحن ممكن نقول عليها زيادة للأعراض الفاتت. يعني الأعراض السابقة ممكن نقول إنه ضيق في التنفس، حمى، فتور، هسي ممكن تصحر لنا في الطفح الجلدي، ممكن يكون في احمرار في العيون، ممكن تصهر لنا في الجهاز الهضمي، ممكن تصهر لنا في الجهاز الهضمي اللي هو ممكن تكون في إسهال، ممكن يكون في تقيؤ، يكون في فتور في الجسم. يعني أعراض زادت لنا من الأعراض الفاتت. يعني الفترة الفاتت ممكن تضرب لنا الجهاز التنفسي، هسه تضرب الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، كل الأجهزة في الجسم. لذلك إنه بنلقى الأعراض اختلفت تماما عن الأعراض السابقة. طيب دكتور، الأشخاص المصابين التصرف بيكون معهم كيف؟ طيب نحن مصنفين يعني حسب الأعراض. عندنا أعراض عندما تظهر
أي عرض من الأعراض اللي أنا ذكرتها، مباشرة الإنسان مفترض يتصل بالجهات المختصة اللي هو بوزارة الصحة الاتحادية. في أرقام وفرت الوزارة عبر الكول سنتر اللي هو رقم 221 أو 9090. عندنا ناس متخصصين بتقبل المكالمات، بيحددوا نوع الأعراض إنه دي حالة مشتبهة لكوفيد 19. نحن بنلقى يعني لو حسبناها بنسب، نسبة 80% من الأعراض، عندنا 80% من الناس اللي بيكون هم سسبكتد أو مشتبه لحالة كوفيد، 80% هم بيحتاجوا لعناية خاصة. يعني مثلا الواحد يعزل نفسه في البيت بإجراءات احترازية. عندنا 15% من نسبة النازل بيحتاجوا إنه لعناية خاصة في المستشفيات، بيحتاجوا لأكسجين. عندنا نسبة 5% من الأعراض أو من الحالات اللي بتكون هم سسبكتد أو مشتبه هم أو حالات موجبة بيكونوا محتاجين لعناية مكثفة. فالنسبة دي كل ما مرة بتتضاءل بشنو؟ بأخذ اللقاح. يعني هنا بجي إنه بقول دور التطعيم، الزول الملقح أو أخذ جرعات من الفاكسين اللي هو زي ما ذكرت في المرات اللي فاتت إنه نحن عندنا 4 أنواع من الفاكسين اللي هو جونسون أند جونسون جرعة واحدة، والاسترازينيكا والساينوفار والفايزر. اللقاحات دي متوفرة في كل المراكز الصحية، وهسه في دراسات أو اللجنة القومية أو اللجنة الاستشارية للتحصين في اجتماع في الأسبوع الفات إن شاء الله أمنا دي إنه حيدخل لقاح آخر إضافة للقاحات الفاتت اللي هو لقاح مودير. دي برضها في دراسات إن شاء الله، يعني لو لاحظنا إنه مستهدفنا من 18 فما فوق، إن شاء الله بعد دخول مودرن بعد يأخذ أبروف من اللجنة الاستشارية أو الانعتاد، لو نزلت عندنا السودان إن شاء الله ممكن المستهدف تنزل لنا لعمر أقل، ودي الناس ما تفصح عنها إلا عبر اللجنة المختصة بهذا الأمر. طيب جميل. الفرق شو يا دكتور ما بين الحجر الصحي والعزل الصحي؟ طيب الناس دائما بتذكر مراكز الايزوليشن او مراكز العزل. الفرق ما بين العزل والحجر الصحي زي ما ذكرت، يعني عبر الكول سنتر هم بيحددوا انه الانسان المصاب ده هو بيحتاج لحجر ولا بيحتاج لعزل. الحجر ده بيكون في المنزل، يعني احنا مجرد ما اتصلنا يعني اتصال من شخصي هو زول مشتبه انه عنده اعراض الكوفيد، اذا تاكدت انه الحاله دي بوزيتيف ممكن يتحجر في البيت. الحجر ده بيكون الحجر المنزلي لفتره اللي هو فتره حضانه المرض من يوم ل 14 يوم. فالحجر بيكون حجر منزلي مع اجراءات احترازيه معينه، بيكون عندنا تيم بيكون متابع معه في فتره الحجر المنزلي. حسب الحالة، إذا كان الحالة دي مثلا بيعاني من أمراض مزمنة، عمره متقدم، عنده نقص في المناعة، بنحبس إنه الشخص دي يحول لمركز العزل. مركز العزل لأنه بيكون تحت العناية الطبية، بيكون متوفر فيها. يعني إذا لا قدر الله وصلينا لمرحلة 5% اللي أنا ذكرته، يعني بحتاج لأكسجين، بحتاج لآي سي يو، بيكون متوفر لنا في مراكزنا بتاع العزل. وأنا بطمن إنه وزارة الصحة الاتحادية اجتهدت كثيرا يعني انه تأهيل كامل لمراكز العزل على مستوى ولايات الخرطوم وعلى مستوى الولايات. على مستوى الولايات موجود مراكز العزل على مستوى رأس الولايات، وعلى مستوى ولايات الخرطوم برضو عندنا كمية من مراكز العزل. فأنا بأمن انه كل مراكزنا مراكز العزل على مستوى ولايات الخرطوم وعلى مستوى السودان مراكز مؤهلة، ولكن عشان الناس ما تصل لمرحلة انه تصلنا لمركز العزل، أنا بيقول إنه الناس لازم تأخذ التطعيم. يعني تطعيمنا هو تطعيم آمن وفعال ومتوفر في كل المراكز، الناس ما تتخوف عليه إن شاء الله. إلى الآن في ناس ما طعمت، وإلى الآن في ناس ما ملتزمة بالكمامات، ففي الاجتماعات فيما يخص لجنة الطوارئ المركزية أو وزارة الصحة، هل في اتجاه إنه نبقى زي بعض الدول برا، إذا ما لابس كمامة بتفرض عليك غرامة مالية، إذا أنت ما مطعم ما معك الكرت، هل في اتجاه زي ده على أساس إنه البلد ما نرجع تاني لموضوع الإغلاق وتبقى فيه إشكاليات والمدارس تتعطل وكده؟ هل في خطة إسعافية نقدر إحنا ننقذ بها المواطن السوداني من خطر كوفيد 19 أو حتى المتحور الجديد أوميكرون؟ أكيد طبعاً،
أنا والله بتأسف شديد لمجتمعنا السوداني، عندهم عدم اللامبالاة يعني في الشيء. يعني إحنا ما يعني الناس ما تصل لمرحلة إنه يلزمون بالحاجة. يعني هو أنت لازم تقي نفسك، تقي نفسك من المرض. بتقي نفسك بشنو؟ بالإجراءات الاحترازية بما فيها لبس الكمامة، ده أبسط شيء. يعني التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة ما بيكلفك شيء. أنت في حتات مزدحمة، في حتات عامة، البس كمامة. الكمامة ده قد يكون بتقلل لك نسبة الإصابة ليك أنت قبل الناس الناس اللي حواليك، وده شعارنا احنا في التطعيم، انه التطعيم حمايه ليك وللحواليك. فانت لبس الكمامه دي انت بتعمل حمايه ليك وللناس اللي حواليك. في بعض الدول، انا اذكر انه الامارات العربيه المتحده الى اللحظه من عام 2019 اجراءات انه الكمامه الزاميه، مش الزاميه في المؤسسات بس، الزاميه في كل شيء. حتى لو طالع الشارع في كل في الحتات العامه، في الحتات الخاصه، هي الزاميه. السودان التنقل ما بين إمارة وإمارة إجباري تفحص كورونا، برضو فحص الكورونا دي حاجة روتينية اللي هو البي سي آر. نحن السودانيين عندنا التهاون بشيء، يعني عشان ما نصل لمرحلة دين. والله أنت لو ما خايف على نفسك خاف على الناس اللي حواليك. يعني أنت أيوانو إنك زول فيت، زول مناعتك قوية، خاف على الناس اللي معاك. أنا أقول يعني عشان ما الناس ما تستهون بالحاجة دي. أوميكرون بقى حتى بيصيب الأطفال، الناس العمارهم أقل. يعني احنا زمان في الموجات الاولى بنحذر الناس منه، الناس اللي اعمارهم كبيره فوق ال 60، كبار السن، لانه مناعتهم ضعيفه، والناس اصحاب الامراض المزمنه. انا بقول انه الاوميكرون في بعض التحاليل حصلت انه حتى بتصيب الناس الادلت، الناس يعني الناس الفيت، ناس مناعتهم قويه بتصيبهم. فلذلك الناس ما تستهون. والوزاره هسي ان شاء الله في الفترات الجايه حتطلع بعض الموجهات حتلزم بها مؤسسات، بعض المؤسسات سواء كان مجمعات الجمهور، الوزارات، الجامعات، تكون الكمامة إلزامية. لأنه زي ما بيقولوا نحن يعني سياسة العصا ما مرغوبة. نحن ما نلزم نفسنا إنه والله الناس تعصر علينا بإلزامية الحاجة. تقريبا فالناس مثلا في المواصلات، في الحتات العامة، البس كمامتك، خلي عندك سانيتايزر معقم في اليد، جيت رجعت البيت، عندك ناس في البيت هم مناعتهم ضعيفة، خليك بعيد منهم. انت حتى لو جيت حسيت بأي أعراض، حاول أهجر نفسك في حتة لحد ما تتواصل مع الجهات المختصة، يحددوا لك إن هي دي حالة يعني اشتباه لكوفيد ولا أعراض تانية. طيب يا دكتور، يعني احنا هسه بنتكلم عن مرض خطير جدا، وبنتكلم عن انه الاطفال برضه بيجوا من ضمن المدرجين في قائمه المصابين باوميكرون، يعني لا قدر الله اذا دخل السودان. طيب احنا عشان نوقي نفسنا لازم ناكل اكل صحي، لازم نرفع مناعتنا. اي نعم في ضائقه اقتصاديه والحاجات بقت غاليه واي حاجه، لكن نشوف في بدائل بلديه ممكن تكون فيها فيتامين سي بصوره كبيره جدا الناس تتجه لها، ممكن تكون ما مكتشفه فنعرفهم عليها. طيب انا ذكرت في مقابلات سابقه في قنوات ثانيه انه دائما لما تظهر اي وباء او اي جائحه في البلد دي، في تجار الازمات. يعني في ناس بيستغلوا حاله الناس، ظرف الناس، انه والله مثلا هسه لما يكون في فرض على الكمامه انها حتبقى الزاميه، معناته حيجوا في تجار حيكون مخزنين كميه من الماسكات حيدخلوها السوق الاسود. نفس الشيء في الحاجات اللي ممكن تقوي لنا المناعه. في فتره من الفترات ان احنا كان ما في فيتامين سي في على مستوى الصيدليات. نفس الشيء في حاجات بسيطه جدا جدا ممكن الناس بتقوي بها مناعتها، يعني حاجات طبيعيه. زي حاجات الطبيعيه مثلا العصائر البلديه، يعني مثلا عصير الجونجلاس فيها نسبه كبيره جدا من فيتامين سي. عندنا عصير الكركد البارد هو برضو فيها كميه كبيره جدا من فيتامين سي. عندنا عصير الليمون، عصير البرتقال، عصير الجوافه، كل العصائر الطبيعيه دي هي محفزه جدا لتقويه المناعه. فالناس عشان ما تلجا لحته انه والله تجري للصيدليات عشان تاخذ الفيتامين سي وتقوي مناعتها باشياء ثانيه، في حاجات بسيطه عندنا متوفره في كل المحلات التجاريه، السوبر ماركت او البقالات او اللي بتلقى الحاجات المناعيه دي. من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنوجه الناس في حاله دي انه في حاله اشتباه، يعني مراكزنا نحن ما بأمن انه والله نحن مراكز متوفره، رغم ان انا في البدايه قلت انه عندنا مراكز عزل. مراكز العزل دي نخليه للحالات الحرجه. الناس بتتصل انه والله نحن عندنا حالات لازم وجهونا خلينا نمشي مراكز العزل. نحن مراكز العزل دي يعني وزاره الصحه اجتهدت فيها انها يعني تهيئه للحالات اللي بتكون حرجه. الحجر المنزلي اذا عنا يعني اشتبهنا في حاله او
اي انسان اشتبه في نفسه انه والله عنده اعراض بتاع كوفيد 19 ممكن يهجر نفسه في البيت، تعامل يكون حتى الزول اللي بيتعامل معه اذا كان الحاله دي بوزيتيف يكون زول مناعته قويه، الزول اللي بيتعامل معه ده باجراءات احترازيه بلبس الكمامه، يتعامل معه في اي تعامل يكون برضه يغسل يده بالمويه والصابون، ودي اجراءات احترازيه الناس دي كلها عارفاها. فعشان احنا ما نرجع لنقطه الصفر انه والله نعلم الناس كيف، هو ده من واجبنا، انه من واجبنا المهني انه نعلم الناس انه كيف انه يقوا نفسهم اجراءات الاحترازيه، ولكن دي حاجه معروفه للكل في كل وسائل الاعلام في اي حته بيوريك انك كيف انك تقي نفسك وتحمي نفسك من هذه الجائحه. تمام. طيب دكتور، خلينا نقول انه حاليا في كمامتين، في نوعين من الكمامات، يعني في النوع اللي هو القماش اللي احنا ممكن نشوف الشخص ممكن يستخدمه بكل سهوله، يغسله وينشره ويرجع مره ثانيه يستخدمه، وفي الكمامات اللي هي الديسبوزيبل او الصالحه للاستخدام مره واحده. طيب الفرق ما بينهم شنو في الحمايه؟ يعني وين اكثر واحده بتحمي والثانيه اللي احنا بنستخدمها وبنرميها؟ دي مدتها كم ساعه احنا مفترض الشخص يكون لابسها في وجهه، وكله كم مفروض انه يغيرها؟ طيب عندنا الكمامات الطبيه العاديه اللي بتجد مدتها 8 ل 6 ساعات، مفترض كل 8 ل 6 ساعات مفترض نغير الكمامه دي. عندنا الكمامات العاديه اللي بتجي في شكل قماش، او في شركات ابدعت في الحته دي انه بقت تضع شعارات لكمامات عشان للتسويق، ما عندنا ما يمنع. لكن الكمامة دي برضه أنت طلعت مشوار مثلا، جيت راجع غسلتها، عرضها للشمس، تعرض للشمس لفترة زمنية كافية، ما في ما يمنع أنك تجي تستخدمه المرة ثانية، ولكن استخدامه برضه ما يفوت ال 8 ساعات أو ال 6 ساعات. حتى إذا استخدمتيه ما مشكلة، جيت راجعة من حتة اللي أنت مشيتها، ممكن لما تجي راجعة تغسليه بالمويه والصابون، تعرضيه لأشعة الشمس وممكن تستخدميه عادي. ده بالنسبة الكمامات، كمامات القماش. اما الكمامات العاديه، الكمامات الطبيه دي استخدامها بس من 6 ساعات ل 8 ساعات. تمام. طيب لانه في خوف في الموضوع ده في البيوت، يعني خاصه السيدات اللي عندهم اطفال، طريقه التنظيف هل في الايام دي مفترض انها تختلف؟ يعني مفروض انه يضيفوا الكلور والمعقمات للاسطح، ولا الموضوع يكون عادي بس الشخص اللي جاي من برا هو المفترض يتعامل مع ناس البيت بصوره شويه فيها احترازات؟ طيب نحن من ضمن الحاجات اللي بتدعم لنا المناعه عندنا الفيتامين د، وفيتامين د ده بنكسبه من اشعه الشمس. يعني هنا اشعه الشمس ضروري جدا. الحتات الكلوزنج برضه فيها مشكله، المغلقه، المواقع المغلقه برضه في كل فتره والثانيه مفترض نحن نفتح الابواب والشبابيك انه عشان نعرض كل الاسطح لاشعه الشمس. الناس حتى الناس المصابين عندنا من ضمن التوجيهات اللي بنديهم انه يا اخي اخذوا حاجه تقوي لكم مناعتكم، في نفس الوقت عندنا من الساعه 10 صباحا مع بزوغ الشمس، يعني الساعه 10 صباحا الزول ياخذ من 10 لربع ساعه تحت اشعه الشمس، هو بيكسبوا فيتامين د. فلذلك انه من ضمن التوجيهات المفترض تعمل في البيت تنظيف الاسطح بالكلورايد او الكلور بكلوره، بعد ذلك برضه بنعرضه لاشعه الشمس، فاشعه الشمس هو مفيد جدا جدا يعني لهذا الفيروس. طيب تمام. احنا يعني ان شاء الله في الحلقه دي نحاول انه نخوف الناس، خلينا اول حاجه احنا ما نطمن الناس خالص عشان الناس تلتزم بالإجراءات. والله ما في تطمين، ما في تطمين. كلامك فعلا. كل الناس دي بيشاهدوا القنوات العالميه، القلق العالمي، فما بالنا نحن في السودان، يعني الدول العظمى امريكا، بريطانيا، كل الدول العظمى بتتخوف. صحيح. بتتخوف، يعني في بلدان قفلت، في بلدان قفلت لانه يعني دي حاجه ما هينا، الناس ما تستهين بها. نحن نظامنا الصحي منهار بمعنى الكلمه، منهار نحن في السودان. عشان انت هتخوف، انا خايف بالمره، ما قادرين نرجع للمصطلحات الزمان انه في زمن دكتور اكرم ربنا يديه الصحه والعافيه انه والله نحن ما عندنا حاجه نديك له، لا احنا ما حنقول بنفس المصطلح، لكن عشان نحن ما نصل للمرحله دي نتمنى انه الناس بس تلتزم بالاجراءات الاحترازيه. يعني هو فعلا لانه الوضع صعب جدا، يعني انا اذكر مقوله الدكتور اكرم، يعني احنا ما عندنا حاجه لك، فلو راسك وجعك حنديك بنادول. فبجد الوضع الصحي في السودان سيء جدا، يعني لو جيت مسكت البروتوكول وعشان تلتزم به، ولا شخص مصاب او عايز ترفع به مناعتك، شوف الزنك بكم وفيتامين سي في الصيدليات بكم غير الاسبرين، فالناس تكون جاده في الموضوع وبجد عملت حسابها بصوره كبيره جدا. هو ده خط انا ما بقول خط علاجي، لكن مثلا احنا في حاله الزول البوزيتيف فيها زي ما ذكرت انه بننصحه انه ياخذ الزنك، ياخذ الايزيثروميسين طبعا ياهو للنايده، فدي حاجات يعني في الصيدليات بمبلغ ما. صحيح، تكلفتها عاليه. تمام. طيب دكتور، يعني لسه عندنا في السودان الناس ما متخوفه تقام المآتم والافراح والسلام في الشوارع، لسه بنشوف الناس بتتصافح يعني بتتسالم وبتتقالد.
هي يمكن تكون صعبة شوية على المجتمع السوداني لو جيت في مكان ورفعت يدك أو خطيت يدك هنا أو اعتذرتها، فممكن يفهموك غلط. باعتبارها إحراج كده، إنه ليه ما دام تسلم عليه؟ أيوة إحراج، ولا زول ده ممكن يعني يصنف كده بأنه يعني خلاص يعني أنت الوحيدة اللي لو ما سلمت ما حجيك. فياريت دي مساحة ترسل رسالة، ما معناته إن أنا رفضت أسلم عليك معناته إنه أنا يعني جواي في حاجة. والله لازم نغير مفاهيم، فلازم نغير المفاهيم. اي نوع انه في ده بيليف او بيهيفير، دي سلوك نحن او بمعتقداتنا نحن، انه والله الزول لو ما جا سلمته باليد معناته ما عزيته. دي حاجات يا جماعه نحن في ظل هذه الجائحه بس نخليها كده كفتره لحد ما نصل الله السلامه، انه الجائحه دي تمشي وما مشكله، العادات والتقاليد ترجع زي ما كانت، عاداتنا السمحه. المآتم والمناسبات لحد الآن الدولة ما اتجهت إنه تغلق الصالات، تمنع التجمعات. نعم. ما في ما يمنع، لا قدر الله حصل في مناسبة الناس ما... وين المشكلة إنها تلتزم ولا بتقدر تقول لي زوال أنا عندي عرس تعالوا لي 50 نفر؟ أنا والله عجبني في بعض الصالات حتى إذا الناس جات داخلة بيكون عندهم سانيتايزر في الباب، لازم تعقم يدك، بيكون برضو حتى الستايل بتاع الكراسي بيكون برضو متفرقة. ليه ما نمشي بنفس السيستم ده؟ عالميا كلنا في مناسبات اجتماعيه، في مناسبات يكون في تباعد. التباعد الناس بيقولوها انه والله ليه يكون في تباعد، نحن قاعدين بنقعد مع بعض، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض. لا، التباعد ده من ضمن الحاجات الاحترازيه اللي ممكن تقيك انت من المرض. فتباعد المسافه انه متر لمتر ونص، استخدام الكمامه، دي التزامات الناس تلتزم بها سواء كان في افراحها او في اتراحها. نعم. او في مجمعات أو في الخدميه. تمام. طيب يا دكتور، يعني خلينا نرجع ثاني لموضوع الفئات. احنا تكلمنا يمكن عن الفئات المتقدمه في السن، فئات الناس اللي عندها الامراض المزمنه، في الازمتك او اللي عندهم امراض الجهاز التنفسي والمشاكل الصحيه اللي هي بتصيبهم مثل حساسيه او زول عنده ازمه. هنا الشخص ده اذا جات كورونا، هل نسبه يعني الأعراض عنده بتكون أكثر زايدة من الشخص الطبيعي اللي أساساً ما يكون عنده مشاكل صحية؟ هل ممكن يحتاج لطريقة عناية خاصة جداً غير الشخص العادي؟ طيب، أنا زي ما ذكرت إنه الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هم مناعتهم ضعيفة. نحن كان أولينا اهتمامنا في بداية الأمر في التطعيمات، نحن أديناهم البريوريتي، أديناهم الأولوية إنه هم اللي يطعموا لأنه مناعتهم ضعيفة. هم الناس ديل يعني أو كبار السن، عندما يعني لما ياخذ جرعه نحن تطعيماتنا دي بتقلل، هو يعني وقايه هو ما علاج، هو وقايه، بتقلل لنا نسبه الاصابه او بتقلل لنا الاعراض. يعني احنا زي ما ذكرنا انه الاعراض الفاتت انه بتدخل لنا نسبه المستشفيات كانت نسبه كبيره، لكن بعد ظهور اللقاحات والناس بتطعم نسبه دخول المستشفيات قلت بصوره كبيره. الناس اصحاب الامراض المزمنه هم أكثر فئة قد يكون معرضين للفيروس ده اللي هو بجميع مراحله. نعم. فأنا بشوف إنه الأعراض هي أعراض بتتراوح من إنسان لآخر وحسب نوع المرض اللي عنده. التطعيم، الزول اللي بياخد التطعيم برضو بيتسألوا إنه بتجيه كورونا ولا ما بتجيه كورونا. يعني هو نسبة الإصابة قليلة مقارنة بين الزول الماء محصن أو الزول الماء مطعم. الأعراض بتقل شديد. يعني لو حسبناها بنسبة مئوية، لو قلنا الأعراض اللي ممكن نسبة دخولك المستشفى وإنت ما مطعم قد يكون بنسبة 100% أو من 80% ل 100%. هسي نسبة الناس المطعمين أعراضهم بتقل، فإنك كونك إنت حتدخل المستشفى نسبة ضعيفة جدا، تتراوح من 10 إلى 20. برضو في ناس بيقول لك انه يعني زول مصاب، هل هو حياخذ الجرعه ولا ما حياخذ الجرعه؟ نحن زي ما ذكرت انه فتره الحضانه بالنسبه للفيروس من يوم ل 14 يوم، فنحن بنخلي الزول ده بعد 28 يوم من اصابته بالمرض، بعد تاكيده لاصابته بالمرض بعد ذاك بياخذ. هو الشخص المصاب بكورونا بياخذ جرعتين ولا جرعه واحده؟ هو نحن هو الجرعات زي ما ذكرت انه جونسون هو ما حتدخل جرعه واحده. هو لو جاته كورونا قبل كده. نعم. زول قبل كده جاته كورونا يعني حيطعم كيف؟ حياخذ كل الجرعات اللي اخذوها الناس بالضبط كده. ما في فرق بين انه زول اصيب ما في فرق بين انه ده اصيب بكورونا قبل اليوم ياخذ جرعه مختلفه. يعني ما باعتباره اخذ مناعه. لا، حياخذ نفس الجرعات اللي اخذها كانه انسان ما اخذ قبل اليوم او زي انسان ما اصيب. ما بياخذ نفس الجرعات. سواء كان جونسون بياخذ جرعه
او اللقاحات الثانيه بياخذ جرعتين الفاصل الزمني بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه 21 يوم ل 28 يوم. دكتور شاكر ومقدر لزمنك للمره الثانيه، شكرا جزيلا على المعلومات والنصائح والارشادات اللي انت يعني تفضلتها وذكرت علينا، وان شاء الله الناس تلتزم بكل الاجراءات الاحترازيه. شكرا لك دكتور عصام محمد حامد اختصاصي الصحه العامه بوزاره الصحه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، انا سعيد ان اكون اطلع على هذه القناه الجميله يعني. شكرا جزيلا.